استعرضنا في الحلقة الماضية من مهرجان الشيخ زايد في نسخته السادسة موقع إقامة المهرجان بزواياه المتعددة، ابتداء بالملعب، الخيام، المدرجات والمسرح وغيرها، ووعدناكم بتغطية حصرية وشاملة لكافة فعاليات المهرجان نبدأ فيها اليوم بأحد أهم المسابقات اللي ينتظرها الجميع في كل عام. لمئات السنين اعتمد أبناء سقطرة على التمور كمصدر رئيسي للغذاء، فمن المعروف أن النخيل لا ينكر المعروف ويقي صاحبه من الفقر والجوع، ولهذا أقامت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد فعاليات مزاينة الرطب التي يتفاخر فيها المشاركين بأجود أنواع الرطب التي تنتج على هذه الجزيرة. نتابع هذه الفعالية وكمان نتابع النشاط الرياضي مع ياسين. من قلنسية التي تغيب فيها شمس الغروب أتى فريق رد فان لملاقاة نادي الجزيرة بلون السلام الأبيض، فهل سيحل السلام على مباراة اليوم أم سيبتلع أبطال قلنسية كل الجزيرة كما يبتلع البحر شمس الغروب؟ نتابع معاكم مجريات اللقاء. لا يعلم أحد على وجه التحديد متى نبتت أول نخلة في سقطرة، ولكن ما يعرفه الجميع أن النخل هو صمام أمان الحياة لأبناء سقطرة، فهي الشجرة التي تجود بخيرها لكل من يزرعها ويهتم بها، بل ويمتد خيرها إلى أبنائه وحتى أحفاده. مزاينة الرطب هي إحدى المسابقات الرئيسية في هذا المهرجان، يشارك فيها العشرات ممن يعتبر النخلة فردا في الأسرة، بل إرثا يقيه من الفقر ويفتخر أشد الفخر به. في هذا العام شهد المهرجان إقبال غير مسبوق من المتنافسين، ولكن ما هي طبيعة هذه المسابقة؟ مهندسيات، كلمنا عن فعالية مزاينة الرطب. طبعا فعالية مزاينة الرطب تقام للعام تقريبا السادس على التوالي في جزيرة سقطرة. هي فعالية طبعا تشجيعية للمزارعين النخيل والمهتمين ببساتين النخيل. الفعالية هذا العام كانت مميزة حيث احتوت على شوطين، الشوط الأول كان في جودة التمور، والشوط الثاني في حجم العشقة أو العذق، عذق النخيل. ممتاز. طيب من أي مناطق شارك السقاطرة هذه السنة في مزاينة الرطب؟ طبعا المشاركة كانت مفتوحة لجميع مناطق سقطرة، جميع بساتين سقطرة المهتمة بالنخيل، وأيضا جميع الأصناف مفتوحة لجميع الأصناف للمشاركة من ناحية الأوزان، أوزان العشقة، الوزن العشقة، أكبر عشقة، وأيضا نوعية التمور اللي دخلت في المسابقة. من أشهر أنواع التمور اللي دخلت المسابقة هي الأصناف المعروفة بسقطرة اللي حوكم وصرفانة ودي حضحض وقاش وسمهن وكل وسكوت، وكثير من الأصناف حتى دخلت أصناف مستحدثة اللي هو صنف خلاص وصنف برحي وصنف شيشي. طيب ما بين السنة الماضية إلى هذه السنة كيف تقيم مشاركة المزارعين في هذا العام؟ هل في تطور في المشاركات؟ هل في اهتمام، وخلينا نقول مثلا تطور أكبر من ناحية الاهتمام بالمحصول وجودة الرطب؟
نعم نعم، كانت هاي السنة مشاركة مميزة والدعم كان أكبر، عدد الجوائز وصلت إلى 45 جائزة تقريبا، مشاركة كانت كبيرة، اهتمام كان أكبر، تحضير كان أفضل بتوجيهات طبعا ممثل مؤسسة خليفة سعادة خلفان فاضل المزروعي، بتركيز هذا العام على النخلة بشكل كبير، دعمها بكل نواحيها من بداية من توزيع النبات اللي هو حبوب اللقاح إلى توزيع الأكياس لتغطية عذوق النخيل إلى الدخول في مسابقات إلى شراء المنتج النهائي وهو التمر، وهذا كله يهدف لتشجيع المزارع بالاهتمام بالنخلة بشكل كبير بحيث تدر عليه عائد مادي ومهنة لمن يعني لا يجد له مهنة في الجزيرة. طيب مهندس إياد، نحن دائما متعودين في المسابقات الاعتيادية يكون في 3 جوائز 10 جوائز لو كثرت، لكن هنا وخاصة في مهرجان الشيخ زايد هذه السنة لاحظنا وفرة كبيرة بالجوائز، يعني نتكلم على مشاركة مزينة الرطب 45 فائز، أرقام كبيرة، إيش السر خلفها؟ السر طبعا أولا توجيهات سعاد خلفان المزروعي بهذا الجانب مثل ما ذكرت لك، جانب تشجيعي كبير في هذا الجانب، بالإضافة لعدد مشاركين زاد، بالإضافة أصناف كانت هذه السنة مفاجأة لنا، أصناف جيدة من خلال السنوات الماضية تعلم المزارع كيف اهتمام بالتمر، العناية بالنخلة من البداية إلى أن يصل إلى المنتج النهائي. كيف شفتم انطباع المشاركين بهذه المسابقة؟ المشاركين كانوا سعداء جدا، وحيث أنه كان في تنظيم جيد، كانت مشكلة هناك لجنة تحكيم من 5 أشخاص رتبوا العملية ونظموها بشكل كبير، وكان هناك شفافية جدا مطلقة حيث أتت الميازين أمام الكاميرا بالنسبة للأوزان العجقة، فكانت 15 جائزة فقط لأثقل عذق نخيل و30 جائزة لأفضل نوع من أنواع التمر من ناحية الجودة والطعم والحجم، حجم الحبة. أستاذ إياد أو مهندس إياد، يتكلمنا على التحكيم وطريقة اختيار الفائزين في مزينة الرطب وطريقة تحديد جودة الرطب، كيف تمت؟ إيش كانت الآلية؟ طبعاً أولاً نحن ارتأت اللجنة المنظمة في مهرجان زايد التراثي في اختيار لجنة التحكيم أن تشمل جميع المناطق المهتمين بال يعني المتمركز عندهم بساتين النخيل، فكانوا جميع المهتمين بالجانب هذا هم من أنفسهم من الحكام لكي يكون العملية فيها شفافية ومعرفة بالتمور. بالنسبة للجودة كانت طبعاً كنا ركزنا نحن في الجودة للحجم بالشكل الطعم، وبالنسبة للحجم العذق هو كان فقط للوزن، فكانت هناك أوزان ما شاء الله كبيرة جداً، أصناف شاركت كثيرة والحمد لله، كانت مسابقة جدا ناجحة، وكانت هناك شفافية كبيرة من قبل لجنة التحكيم لأنها تمثل تقريبا جميع قطاعات الجزيرة. 127 فردا هو إجمالي عدد المشاركين في مسابقة الرطب لهذا العام، وهو رقم غير مسبوق لعدد المشاركين في هذه المسابقة، بل ويتفوق هذا العدد على ضعف عدد متسابقي العام الماضي، مما يضع تساؤلا هاما حول السبب في هذا الاهتمام غير المسبوق بالنخيل. مهندس إياد، أنت مش فقط من المشرفين على مسابقة بزينة الرطب، أنت كمان أحد الأعضاء أو خلينا نقول المشرفين الفاعلين في مجال الزراعة بجميع ما يخص مشاريع مؤسسة خليفة في جزيرة سقطرة في القطاع الزراعي. من خلال عملكم مع السقاطرة ومن خلال جهدكم المباشر في المزارع، كيف شفتم التطور اللي وصلوا له السقاطرة في الزراعة، خاصة خلينا نقول مثلا في جانب النخيل اللي تشتهر فيه جزيرة سقطرة، ولكن في السابق ما كانش فيه ذاك الاهتمام لأنه يشوف أنه ما فيش احتياج أو فين بيود المحصول، فكان الشخص يعني يهتم على النخلة على قده عشان يأكل فيها هو أهل بيته. أما الآن لاحظ أنه مزارعين النخيل عندهم خيارات متعددة، عندهم المسابقات السنوية ممكن يشاركوا فيها، عندهم المصنع اللي ممكن يأخذ منهم المحصول، فتعددت الأماكن اللي ممكن يستفيدوا منها المزارعين. فكيف لمستم التطور أو التغيير في حياة وعمل المزارع في سقطرة؟ طبعاً خلال ال4 سنوات الأخيرة تم إنشاء طبعاً بدعم وإشراف وتوجيه من مؤسسة خليفة وممثلها سيد خلفان المزروعي بإنشاء مصنع للتمور، حيث يتم الاستفادة من التمور داخل الجزيرة، أولاً بشراء المنتج من المزارع، ثاني شيء تشجيع المزارع بالاهتمام بالمنتج نفسه والاهتمام بالنخلة بحيث نحصل على إنتاج منتج جيد يقبل التصنيع، أيضاً يتم
يعني استقبال أي تمور حتى المزارع لا يريد بيعها، يمكن أن يتم تغليفها لها في المصنع. المصنع هذا قائم على أيضا على عمالة محلية، تقريبا 20 امرأة من البنات السقطريات تم تدريبهم وتعليمهم على عمل المصنع من المراحل الأولى اللي هي مرحلة الاستقبال إلى الغسيل إلى التجفيف إلى التغليف إلى التخزين. وكان لهم تقريبا الآن 3 سنوات، هذه السنة كانت الرابعة في الاستلام. كسبوا خبرة كبيرة وأصبحوا هم الفريق المميز سنويا يشارك معنا في هذا الجانب، وهي طبعا الكادر 100% تقريبا صقطري. طيب مهندس اياد، في الاخير كلمه تحب توجهها لمؤسسه خليفه؟ طبعا الكلمه اللي اوجهها نشكر مؤسسه خليفه، انا احد العاملين بها، ومن خلال ملاحظتها باهتمامها بالجانب الزراعي بشكل كبير، ليس في جانب النخل فقط ولكن في كل الجوانب. الان افتتاح مزارع كبيره ودعمها وتوجيهها لانتاج الحبوب، لانتاج الخضار، في كل توجه في كل منطقه من مناطق سقطرى سيتم انشاء مزارع في هذا الجانب، يعني هناك اهتمام كبير جدا بالجانب الزراعي والنخله جزء من هذا الجانب. اثمرت جهود المؤسسه في القطاع الزراعي الى اهتمام المزارعين بارضهم، وهذا يغرس مفهوم الاكتفاء الذاتي لابناء سقطرى مما ينمو في ارضهم الطيبه. وكما كان الإقبال على منافسة مزاينة الرطب لهذا العام كبير والمحصول وفير، ومع زيادة اهتمام أبناء سقطرى بنخيلهم، من المتوقع أن يكون الإقبال في العام المقبل أكبر وخير أرض سقطرى أوفر. ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة الشيخ زايد لكرة القدم في نسختها السادسة، أقيمت مباراة جمعت فريقي الجزيرة الذي أتى معلناً السلام بقميصه الأبيض ورد فام بقميصه الأصفر، معلناً عن شعلة تطمح للظفر بالثلاث نقاط، كما أفضت شعلة رد فام الأبية في عدن إلى التحرر من الاستعمار. المباراة اتسمت في شوطها الأول بتقدم واضح لشباب رد فام الذين استطاعوا هز شباك الجزيرة بهدف وحيد، لنرصد بعد انتهاء الشوط الأول أصداء نتيجة المباراة ما بين الشوطين. لعبنا اليوم في الشوط الأول مع نادي الجزيرة، والشباب أدوا يعني المستحيل ويحاولوا يعني يبذلوا كل الجهد من أجل هذا الشعار وهذا الفنية الصفراء. ناويين إن شاء الله على اللي حسب الجهد وحسب الطاقة وحسب المستحيل إن شاء الله نضيف الثاني والثالث بإذن الله، ولكن ما شاء الله الخصم نادي قوي وما يستهان فيه، ولكن في الأخير كرة القدم سواء فزنا أو خسرنا في نهاية كرة القدم والله نحن دائما نعتمد من الحارس إلى آخر لاعب في الهجوم، لأن تكاتف وتكون قوة وتكون إرادة هناك عزيمة، لكن الواحد لما يعني الفريق كله يستعد على لاعب واحد هذا مش فريق. أما مدرب نادي الجزيرة فقد بدا عليه تقبل نتيجة المباراة التي بدت ملامحها منذ الشوط الأول، لكن لم يكن الاستسلام خيارا واردا في حساباته ابدا. الان خلاص نحن قدرنا مهزومين، نعتمد على الخطه الهجوميه. والله نحن قرينا استعدادات وتدربنا، لكن الحظ لم يحلفنا، وعد معنا باقي شوط وان شاء الله نقدم فيه بالافضل ما لدينا. ونحن حاولنا نستعد، لكن هذه كره تقدم، احيانا تبختك واحيانا تضحك معك. وان شاء الله املين ان نعادل النتيجه ونتقدم ان شاء الله تعالى. المعنويات ان شاء الله بجاهزية اللاعبين والبدلاء إن شاء الله نقدم الأفضل إن شاء الله. والله ما قبل البطولة نحن عملنا معسكر لنادي الجزيرة، نتدرب كله 3 ساعات 4 ساعات يوميا بعد العصر، يعني ونحن نتجهز كل حاجة مع المتابعة كل ما يقول المدرب، وإن شاء الله خير ومان إن شاء الله نحن البطولة. يعني كرة القدم فيها فوز وفيها خسارة، نحن نأمل نفوز إن شاء الله نكون فريق كويس جدا في نتيجة المباراة لم تتغير في الشوط الثاني، فلا استطاع الجزيرة الوصول إلى شباك رد فام ولا استطاع رد فام أن ينهي المباراة بأكثر من هدف الشوط الأول، ولكن بتفوق واضح تقف خلفه الكثير من التحضيرات. طبعا بعد أن تم إعلان البطولة شيخ زايد 6 بدينا بعملية استدعاء اللاعبين وأيضا المدربين كانوا جاهزين معنا، وعملنا على برغم من أوقات الرياح والشديدة وهذا، ولكن عملنا ملعب ومن أجل يكون في تدريب، وكان التدريب معنا من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساء. أيضا عندنا هناك
برنامج اللياقة البدنية، وهذه اللياقة البدنية اللاعبين يقطعوا باليوم أكثر من كيلو ويرجعوا إلى التدريب من أجل كسب اللياقة البدنية. وأيضا جهزنا كثير من الأمور يعني بهذا الجانب إن شاء الله، لأن هذه البطولة بطولة غالية علينا، لأن الشيخ زايد يرحمه الله غالي على قلوبنا جميعا. لهذه أهني جمهور ردفان على هذه الفوز العميق الذي أول مباراة انطلقت معنا في نادي ردفان فينا مع نادي الجزيرة. ولهذا أشكر اللعيبة وأشكر الهيئة الإدارية وكلهم المتخصصين بهذا الفوز الكبير الذي حققنا 1-0 على نادي الجزيرة. والله معنوياتي صراحة كبيرة، كان عندنا تدريب وحماس من اللعيبة وجهودهم كبير، عندهم حماس كبير ومعنوياتها كبير قبل المباراة، وإن شاء الله قد تأملت أن أفوز بهذه المباراة، معنوياتها كبيرة بعد المباراة وقبل المباراة. فلهذا أهني جميعهم بهذا الفوز، والحمد لله تحقق أمنياتي. استعدنا ما قصر، تلقينا الدعم المادي والدعم المعنوي والدعم كما نتلقين الجهاز الفني ايضا والبدلات من النادي. ما قصرنا نشكر المؤسسه الخليفه على هذا الدعم، انها قدمت كل ما لديها لدى الانديه بشكل عام. وبطبيعه الحال لم يغب عرفان وابناء سقطره لما تلقوه من دعم في القطاع الرياضي في الجزيره، والذي بدوره انعكس على حجم النشاط الرياضي فيها واثره في رفع مستوى اللاعب بشكل خاص والمنظومه الرياضيه في العموم. طبعا مؤسسة خليفة أول ما وطأت أقدامها في 2017 في سقطرة وقد قدمت الكثير من الدعم بهذا الجانب، حيث أن نحن كنا سابقا ما هناك عندنا أي دعومات أخرى للقيام بالنشاطات الرياضية، ولكن بعد ما وصلت المؤسسة دعمت نحن في الجانب الحركات الرياضية، منها يعني الأدوات الرياضية للأندية، وأيضا المساهمة في المواصلات، وأيضا الجزمات للأندية، وكثير من الأمور، وأيضا ملعب كم تجهيز ملعب الفقيد سعد علي في حديبة، واليوم نحن في ملعب ربدان، يعني ملعب ممتاز جدا، ونحن كنا نطمح إلى مثل هذه الأندية هذه الملاعب أن تكون على مستوى المحافظة الرخبية لسقطرة. نحن نشكر عيال زايد والله يحفظهم من الرئيس إلى آخر موظف في الإمارات، ساعة على عيننا وعلى رأسنا ما قصروا، عملوا لنا دوريات، عملوا لنا يعني احتفالات رياضية، وكنا نحن بعيدين عن هذه الأشياء، وكنا ما نعرف الرياضة إلا أحيانا بعد كم من سنوات، سنة سنتين كان يعملون بطولة، ولكن الحمد لله عيال زايد أتوا إلينا ويعني وقدموا اللي الناس مستحيل يقدمها، ولكن الحمد لله نحن نشكرهم من سقطرة الى دولة الامارات وكلهم على عيننا وعلى راسنا. قلنسية ثاني مديريات أرخبيل سقطرة وأكثرها تعداداً سكانياً بعد العاصمة حديبو. لسنوات ظلت قلنسية تعاني مشكلة أرقت السكان، تمثلت في ملوحة الماء فيها وعدم صلاحيته لاستخدامات الشرب والطبخ وغيرها من استخدامات الماء النظيف. معاناة لمدة ما يقارب 5 سنوات في السنوات المتعاقبة، فعانوا أبناء قلنسية من بعد جفة المياه وتعميق الآبار، فطلعت مياه غير صالحة للشرب فأثرت على الناس، وحتى الناس اشتكت من سببت أمراض بعض الناس، وعانوا معانا كبيرة جدا في ظل هذه السنوات المتعاقبة. المقتدرين كان يأخذون من حديبه، سواء يأخذوا عبر الباصات أو عبر البواز أو عبر قلابات يوصلون مع أقاربهم أو من يساعدهم، واللي يقدر يشتري بواز من حديبه، اللي ما يقدر وما حصل على هذا الناس غير مقتدرين فيذهبون يستلقون بالسيارات أو يمشون مشي ويأخذون من الآبار اللي من تحت العقبة حتى إنهم يمشوا حياتهم. لبت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية إداء الواجب والإغاثة،
وعملت على تركيب محطة تحلية مياه مركزية لتحلية مياه الآبار الواصلة وضخ مياه الشرب إلى سكان قلنسية بواقع 280 ألف لتر مكعب أسبوعياً، لتعيد بذلك الحياة إلى من فقدوا الأمل في وصول مياه الشرب إلى منازلهم. يوصل الماء اللي هو من الآبار إلى الخزان الفيبر اللي هو سعته 280 ألف لتر، ثم تعمل الماكينة التحلية هذه هي تعمل على سحب المياه وتحليل بالماء بهذه الماكينة، وتعمل ضخ إلى الخزان اللي هو سعته 300 ألف متر مكعب اللي هو اللي يسع للمدينة. فصراحة بعد وصول هذه التحلية فالناس سعيدين جدا بهذه الماكينة التحلية، الماء صالح الشرب بفضل الله وفضل مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وسعادة الشيخ خلفان مبارك المزروعي حفظه الله. فضلهم كبير والشكر قليل في حقهم في كل المجالات التي قدموا لهذه الجزيرة، حتى إن الحكومات المتعاقبة لم يقدموا 1% مثل ما قدمت هذه المؤسسة والشيخ خلفان المزروعي حفظه الله. كعادتها وفزعتها، لا تتوانى مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في تقديم يد العون لمن هو في حاجته، وستبقى سندا لأبناء سقطرى، وستبقى سقطرى بخير.